بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قاعدة ذكرها أهل العلم أو مسألة، وهي امتثال أو التزام الأدب أو امتثال الأمر، التزام الأدب أو امتثال الأمر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مكانك. وظاهر الأمر أنه يستجيب ويلتزم، يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له. مع هذا لم يلتزم أبو بكر ولم يمتثل أمر النبي، رجع، مع أن النبي يقول له مكانك، رجع. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أنا أقول لك مكانك، لماذا رجعت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله، أنا إمام وأنت مأموم. فيسمونه التزام الأدب، التزام الأدب. فهو ما رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية، وإنما أراد التزام الأدب. سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا علي بن أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمحو محمد رسول، قال: ما كنت لأمحوها. فهذا أيضا ليس من باب رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدم التزام الأدب على امتثال الأمر. كذلك لو مثلا واحد مع أبيه مثلا في المسجد مثلا، وأبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول مثلا، يرجع يقدم والده، يقول هذا أيضا هذا حقه، هو جاء مبكرا فهو حق بهذا الصف الأول، فكونه يمتثل الأدب مع أبيه فيقدمه مكانه، هذا أيضا لا بأس به. فهذا يعبر عنه أهل العلم بالتزام الأدب أو امتثال الأمر، أيهما يقدم. فأبو بكر هنا قدم التزام الأدب على امتثال الأمر، ولم ينكر عليه النبي ذلك حينما أجابه به بأنه إنما امتنع لأجل التزام الأدب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التصفيح، والتصفيح هذا تصفيق بظهر الكف، هذا التصفيح، والتصفيق ببطن الكف. فهم صفحوا، وفي رواية هم صفقوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا، وكان لا يلتفت أبو بكر، يعني صفحوا صفقوا ما التفت إليهم، فأزادوا التصفيق عليه فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم النبي هذا الفعل، قال: هذا للنساء، التصفيح في النساء، هن يصفحن، لا يتكلمن سبحان الله، وإنما الرجل يقول سبحان الله، أما المرأة فتصفح بيدها إذا وقع خطأ من الإمام كتنبيه له. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال:
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. يعني عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي، عبد الله بن أبي بن سلول قلة أدبه يقول للنبي: آذاني نتن حمارك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتبه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني غضب له قومه، سواء كان من المسلمين أو كان من المنافقين، لأنه كان سيد من سادات الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن النفاق. نعم. والذين دافعوا عنه ليس بالضرورة أنهم منافقون، قد يكون فيهم أيضا مسلمون، لكنهم غضبوا كما غضب سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. وهو تنازل المرأة عن بعض حقها بحيث تستمر حياتها مع زوجها. يعني أحيانا النشوز يكون من المرأة وأحيانا النشوز يكون من الرجل، والنشوز هو خلاف المعهود و معصية المرأة لزوجها وإذا الرجل لزوجته. نعم. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. وتأتينا رواية ثانية: اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. سأتي هذه الرواية إن شاء الله تعالى. نعم. وقال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: أمحه. فقال علي:
ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وأتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم، هنا الذي قلنا قبل قليل أن علي رضي الله عنه قال يعني أو التزم الأدب وقدمه على امتثال الأمر. النبي يقول له أمحو ويقول له لا أمحو. هذا ليس لرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر. فهذا يسمى كما قلنا التزام الأدب، التزام الأدب، ولا يقصدون من هذا أنهم يردون أمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكانت سيوف في القرب أي في أماكنها، لما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم لحقته ابنة حمزة، وحمزة أخو النبي من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا عم يا عم، يعني خذني معك، لا أريد أن أبقى مع الكفار. وحمزة قد استشهد في أحد، ونحن نتكلم في السنة السادسة الآن في الحديبية. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ألا تتزوجها؟ يقول النبي: خذها لك كزوجة. قال: ابنة أخي، أنا عمها، يقول بالرضاع. فقال علي، فقام علي وأخذها وقال: هي ابنة عمي، فأنا يعني أعتني بها. فقال جعفر: وأنا ابنة عمي أيضا وزوجتي خالتها، لأن جعفر بن أبي طالب كان عديل عمه حمزة. فقال ابنة، لأن زوجته أسماء بنت عميس وزوجة حمزة خولة بنت عميس، فقال: زوجتي خالتها وأنا ابن عمها أيضا. وقال زيد بن زيد بن حارثة: ابنة أخي، لأن النبي آخى بين زيد وبين حمزة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال: الخالة بمنزلة الأم، لأن خالتها عند جعفر، فقال: الخالة بمنزلة الأم. فأعطاها جعفر ابن أبي طالب، ثم رضاهم جميعا. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. نعم. باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم.
قال أبو عبد الله: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. وقال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يحيى عن بشر بن يسار عن سهل بن أبي حثم عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيعة وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. نعم، يعني قوله كتاب الله الأرش، كتاب الله القصاص، قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. فقال: هذا كتاب الله، يقول القصاص. وكان أهل الجارية الذين كسرت ثنيتها أي أسنانها طلبوا القصاص، فقال أنس بن النضر: ما يقع القصاص. يعني وليس هذا من باب رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم، وإنما من باب الثقة بالله تبارك أنه لن يحدث هذا الأمر. وفعلا تنازل أهل الجارية وقبلوا الأرش، وهو يعني التعويض المالي، قبلوا التعويض المالي بدل كسر ثنية الربيع. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاتت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. نعم، يعني هذا بعد موت علي رضي الله عنه استشهاده سنة 40 من الهجرة، واستلم الخلافة الحسن بن علي، بايعه الناس في العراق رضي الله عنه. خرج من السنة التي بعدها، يعني بعد أشهر، في سنة 41 لقتال معاوية في صفين كما حدث في عهد علي رضي الله عنه. فأرسل معاوية إلى الحسن يطلب الصلح، وأرسل إليه رجلين من بني عبد شمس، يعني من أبناء عم الحسن ابن علي ومن أبناء عم معاوية، لأن عبد الشمس وهاشم أخوان
من أولاد عبد مناف. فالمهم التقيا بالحسن وسأله الصلح فوافق رضي الله عنه على الصلح وحقن دماء المسلمين. وسمي هذا العام بعام الجماعة حيث اجتمعت كلمة المسلمين بعد أن تفرقت، وتمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41 من الهجرة، وتم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، وهي من ربيع الأول سنة 11 لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الخلافة أبو بكر، إلى سنة 41 سنة إلى سنة 41 في ربيع الأول كذلك. فتمت بذلك 30 سنة كما، وهذا من علامات النبوة. ثم بعد ذلك صار ملكا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 سنة ثم يكون ملك ورحمة، وهذا عهد معاوية رضي الله عنه. فالقصد أن الحسن بن علي لما تم الصلح قال الحسن عن أبي بكر الثقفي أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع واجتمعت الأمة مرة ثانية بعد أن تفرقت. نعم. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم من الباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ يعني تراجع عن قوله، قال له أي ذلك، خلاص أنا تراجعت يقول عن كلامي أني والله لا أفعل، لا أفعل الآن لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على سرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفه. نعم، يعني هنا أيضا على نفس المعنى، ارتفعت أصواتهما على خلاف بينهما في دين له عليه، فقال له النبي النصف، يعني أشار بيده النصف، فقال تم، تنازلت عن النصف. هكذا استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. نعم. الزبير من العوام كانت له أرض وبجانبها أسفل منها أرض لرجل من الأنصار، فكان الزبير يحبس الماء حتى يسقي زرعه جميعا ثم يطلق الماء فيصل إلى هذا الأنصاري، فهذا الأنصاري يقول للزبير لا تحبس الماء حتى تنتهي من سقي أرضك، اجعله يمشي. قال له الزبير لا، أنا أحق بهذا الماء، أنا مزرعتي قبل مزرعتك،
ويذهب إليك الماء قد لا يكتفي تكتفي مزرعتي. فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير اسقي يا زبير احبس الماء اسقي ثم أرسل إلى الأنصاري، يعني كما كان يفعل الزبير، وهذا من باب الصلح، أصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب الأنصاري وقال أين كان ابن عمتك؟ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تحكم له لأنه ابن عمتك. وهذه الكلمة إما خرجت من هذا الأنصاري يعني بدون شعور يعني غضبان وقال هذه الكلمة الكفرية، وإما أن يكون منافقا كما ذكر كثير من أهل العلم أنه رجل من المنافقين الذي كان جار الزبير، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الكلمة لا شك أنها كبيرة، أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم للزبير لأنه ابن عمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم رده إلى الجدر، لا تعطيه الماء، هذا القضاء، حكم بالقضاء الآن حتى تكتفي تماما ثم بعد ذلك دعه. فهذا عقوبة من النبي لذلك، مع أن كان النبي يريد الصلح لكن الرجل أبى إلا القضاء، فقال القضاء كذلك أن يرجع إلى الماء إلى الجدر إلى أصله ثم بعد ذلك يأتيك. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلح بينهما فأبى إلا القضاء، فالقضاء جاء أشد من الصلح. نعم. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني خسر أحدهما فلا يرجع إلى صاحبه. نعم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال أدعو غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون أو 6 عجوة و7 لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. نعم. بركة الله تعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.